هذه الألحان قدرة على حفظ التاريخ ونقل الحكاية. تعرفنا على قصة الموروث الشعبي اللي توارثه الأبناء من الآباء والأجداد، واليوم نعيش الحكاية والألحان بشكلها المتطور والحديث. في المجتمع العربي بالنسبة للموسيقى يركزوا كثير على الأغاني، لما أقول أغاني فيها كلمات فيهتموا، حتى في الموسيقى العربية أو الشرقية التجارية أو الكوميرشال ميوزك أو البوب ميوزك دائما التركيز على الكلمات، كل مين يجيب كلمات ونقرأها. يعني مثلا أغنية يا عادل، أنا لقيت الكلمات، هي من أشهر أغانينا، لقيت الكلمات، حتى شاعر مش معروف، الهبل مش معروف، هو شاعر أندلسي، فعجبتني قصيرة 3 أبيات أو 4 أبيات إذا ما خاب ظني، فبالجيتار كده حاولت أدندنها، بعدين اجتمعنا وصارت أغنية، كل واحد ضاف التتش حقه واللمسة حقته وصارت أغنية. عادلاً في حكمي لا يظلم برح الخفاء كم ذا نجم. اقترحت إنه نسوي فرقة ونسميها الفارابي. اسم الفرقة طبعاً بعد بحث وطلعنا على ويكيبيديا حقت أبو نصر الفارابي العالم الأندلسي الإسلامي، طبعاً هو معروف بالرياضيات والكيمياء والعلوم المختلفة، لكن قليل عارفين عنه إنه كان فيلسوف وعالم وباحث في الموسيقى وطور في صناعة العود وآلة القانون، وأول سنجل سويناها كفارابي كانت بلاد العود. استمرينا، سجلنا 4 أغاني وسويناها على شكل سي دي ونزلت في السوق، وكان في عندنا راعي رسمي وعزفنا في عدة حفلات. وبعدها طبعا أنا يعني اكتشفت إنه في إقبال على هذا الستايل من الموسيقى اللي هي الموسيقى العربية البديلة أو الألترناتيف عربيك ميوزك، وكملنا المشوار. أنا بدأت أعزف من تقريبا 2 ثانوي وكانت هواية، بعدين فترة دراستي في جامعة البترول بدأت، يعني كان هوايتي الأولى الرسم، لكن الموسيقى حلت محلها، فكنت مركز أكثر على الجيتار واشتريت أول جيتار كهربائي. وبعدين لما رجعت إلى جدة كملت مع الشباب أصدقائي أحمد وغسان، وسوينا فرقة صغيرة، فرقة روك، كنا يعني هو. في عام 2008 قررت أني أطلع بريطانيا وأدرس هندسة صوتية وإنتاج موسيقى، وهناك عزفت في 6 فرق مختلفة، ستايلات مختلفة، جاز، روك، هيفي ميتال، فيوجن، فكان حياتي موسيقية جدا، سواء في الاستوديو في الجامعة أو كعزف حي. إحنا عندنا جانبين في الفرقة، جانب الفني والجانب الثقافي. الجانب الفني هو الفن اللي بنقدمه، نوع الموسيقى، ستايلها، الآلات اللي بنعزفها، عدد الأغاني، طول الأغاني، هذه كلها جانب فني. أما الجانب الثقافي هو اللي بيعكس ثقافتنا إحنا كشباب سعوديين، بنقدم فن بيطلع من المملكة العربية السعودية. الجانب الأكبر اللي بنركز عليه هو القصائد الفصحى، بين قوسين إحياء اللغة العربية. مو كثير بيغنوا عربي فصحى أو شعر قديم أصلاً، ولو فكروا يغنوا بيشوفوا شعراء يكتبوا له. لا، إحنا بنبحث في القصائد القديمة اللي ما حد أعطاها حقها في الغناء أصلاً، ولا حد فكر يغنيها. هو مو موضوع سهل، جداً صعب، على حسب القافية، على حسب الكلمات، دائماً نواجه مشاكل في التشكيل، نراجعه كذا مرة عشان ما ننشرها بطريقة خاطئة. فهذا الجانب الثقافي. والجانب الثقافي أيضاً في نقطة الآلات الموسيقية وكيف إحنا بندمج بين الآلات الشرقية والغربية بحيث إنها تمثل ثقافتنا، والمقامات كمان، بحيث إنه يعني أي مستمع شرقي كان أو غربي يتقبل هذا الستايل. بحكم هذه الظروف كلها اتطور عندنا المجال الفني والثقافي من هذه الناحية. والناحية الثانية طبعا اللي دعمته أكثر هي وجود وتفعيل الفعاليات الموسيقية والحفلات. يعني أنا عن نفسي كعازف في عام 2017 و2018 عزفت في أكثر من 30 فعالية. هذا الشيء زادني خبرة، زاد في إمكانياتي الموسيقية، فما بالك العازفين والفنانين سواء هم نجوم أو غير نجوم أو مبتدئين. بغض النظر، الجميع بيستفيد وبيتطور.